عسلامة ومرحبا بكم في فلوج جديد. اليوم في الفيديو هذايا باش نحكي لكم على سيت اكتشفته مؤخرا، حاجة هايلة برشا، وباش نتعلموا مع بعضنا كيفاش نصنعوا ان برودوي وحدنا في الدار. دونك تابعوا الفيديو هذايا للاخر. السيت هذايا البنات فيه لي كومبوزون او لي زانغريديون اللي تنجموا تصنعوا بيهم البرودوي نتاعكم وتكون حاجه مضمونه. لي برودوي اللي نستعملوهم الكلهم ناتوريل من غير كونسيرفاتور وما يضروش جمله بالبشره. به انا باش نعطيكم، نبدا اول حاجه نعطيكم اسم السيت اللي هذايا ارومازون. ارومازون هذا تنجموا تلقاوها سوغ انترنت على جوجل، تكتبوا ارومازون.fr تو تدخلوا تلقاو عالم اخر. السيت هذايا فيه لي زويل اسانسييل، فيه لي اكتيف، فيه لي باز، فيه لي زاروم لي بارفان معناتها ناتوريل، اي حاجه تنجم باش تكون لك ان برودوي سان اي 100% ناتوريل وبيو. والحاجه المهمه اللي هو بيو معناتها. اول حاجه باش نوريها لكم انا الكوموند اللي عديتها سور لو سيت ارومازون، نوريكم شنو ما المنتوجات اللي انا اخترتهم، شنو جاني بالضبط، وباش نعملوا مع بعضنا في الفيديو هذا ان غوماج 100% ناتوريل دي انزيم ناتوريل، وباش نعملوا مع بعضنا ونجربوا قدامكم. انا عجبتني لا كريم هذيا، اون كريم نوتر هيدراتانت بيو او جو دالوي فيرا، ومعروف اللي لالوي فيرا يرطب برشا ويصلح البشره. دونك هذه هي لا كريم، الكونتيتي اللي فيها هي 50 مللتر، دونك هذه 50 ml كيما تشوفوا هكا. هذه هي لا كريم هيدراتانت عاديه كي تشوفوها، كيما تشوفوا هكا اون كريم عاديه على الاخر، اما لي فيم تاعها ياسر افيكاس. انا توا عندي 3 اسابيع ملي نستعمل فيهم لي برودوي هذوما ملي جاني الكولي، حاجه هايله برشا. اون بلوس كيف ما قلت لكم سون كونسيرفاتور. البرودوي الثاني اللي باش نوريه لكم اللي هو اسيد هيالورونيك سيروم كونسنتري، فيه الاسيد هيالورونيك ومعروف الاسيد هذايا اللي هو يصلح برشا حاجات في الوجه، ينحي لي زامبيرفيكسيون، يرطب، يوقف ظهور عملية ظهور التجاعيد، وحتى كان عندك تجاعيد خفيفه معناتها ينقص منهم على الاخر. دونك هذا هو لو سيروم اسيد هيالورونيك. دونك هذا هو هيدراتون اي انتياج ياسر باهي، يقعد فالابل 9 شهور بركه، والكونتيتي 30 مليلتر. دونك هذا هي الفلاكون كيما تشوفوا هكايا، حاجه هايله برشا الاسيد هيالورونيك. تنجموا تلقاو ادخلوا على جوجل اكتبوا اسيد هيالورونيك تاو تشوفوا بالحق شنو هي الفوائد نتاعو، فوائده ياسر كبيره. وهذايا اللي عندي انا ناتوريل، سي ان سيروم كونسنتري ناتوريل. نتعدى للبرودوي الثالث اللي باش نوريه لكم، هو سي ان جيل ناتيف الوي فيرا نوتريتيف اي ريباراتور، معروف اللي الالوي فيرا يصلح ويغذي البشره بالكدا بالكدا. دونك كيف العاده لي برودوي هذوما اللي وريتهم لكم الكل الكلهم بيو، ولي برودوي سور لو سيت ارومازون الكل بيو سيرتيفيي امورهم مالحه. الجل هذا تنجمو تستعملوه كيما هو هكايا معناتها اليتا ناتوريل، او بيان تنجمو تخلطو بحاجات اخرى الا كان حاجتكم دي زيفي اخرين. دونك لي برودوي لي وريتهم لكم هذوما الكل الثلاثه هما اليتا بور، دونك نوتر ناتوريل على الاخر، تحبوا تخلطوهم بحاجات اخرى تنجمو كيما تنجمو تستعملوهم، وهما هكايا نوتر وناتوريل. البرودوي الرابع اللي باش نوريه لكم توا يساجي دان ديودوران نوتر ناتوريل زيد كيف كيف باز نوتر ديودوران ناتور سون بارفان انتي اودور اي انتي هوميديتي. دونك يقعد نورمالمون حاتي لي فيم تاعو 24 اي جون نقول لكم حاجه، انا الديودوران هذايا نستعمل فيه توا عندي مده 3 اسابيع، نجم نقول لكم اللي من اعز ما استعملت في لي ديودوران، اي سورتو توا احنا صيف جينا برشا سخانه، دونك نعرقو تخرج من عندنا افرازات وكل شيء. دونك هذيا حاجه افيكاس على الاخر، هو الباز نتاعو نوا دو كوكو الديودوران هذيا، وحاجه افيكاس وهايله هايله قد ما نقول لكم هايله. انا راني السيت هذايا مانيش جو نو سوي با ريمونيري معناتها بالسيت هذايا، الحاجه اللي نحكي لكم فيها هي حاجه مجربه اكسبيريونس نتاعي فوالا، حبيت نبارطاجيها معاكم وننصحكم بحاجات بالحق افيكاس ما عندي فيها حتى فايده انا. دونك جوست نحكي لكم على حاجه جربتها وحاجه تنجم تفيدكم انتم زادا، اي سورتو العباد اللي تلوج على حاجات ناتوريل، على خاطر توا تلمون ولات فما كونكورونس ما بين لي مارك مالوروزمون، ولاو يستعملوا في برشا دي كومبوزون اللي بالطويل كيف نستعملوه ياسر ياسر البرودوي ينجم يضرنا.
تاو باش نتعداو للبارتي المهمه ياسر في الفيديو هذايا واللي هي باش نعملوا مع بعضنا ان غوماج. حبيت ناخذ ان غوماج حاضر ومن بعد قلت لا لازمني ناخذ دي زانغريديون ولا دي كومبوزون ونعمل بهم الغوماج وحدي في الدار. وانا هكا نلوج سور لو سيت نلقى ان كوفري معاه لا ريسيت معاه لي كومبوزون الكل باش نجم تعمل غوماج. قلت فكره نجم واحد يجرب يعمل ان غوماج وحده في الدار. نوريكم الكيت هذايا كوفري هذايا اسمه غوماج انزيماتيك ماجيك بو بارفيت. دونك باش نلقاو لي كومبوزون الكل والحاجات اللي باش نستعملوهم الكل باش نجمو نصنعو هالغوماج نتاعنا. والحاجه الباهيه اللي هو مخدوم دي انزيم ناتوريل ولي انزيم تاع غله الاناناس. غله الاناناس هذه زاد استعملتها هيدا بيوتي باش صنعت بها زادة الغوماج نتاعها اللي خرج الاخراني اللي هو اسمه ويش فول. تنجموا تشوفوه سور انترنت وتلقاو اللي هو مختوم زادة بدي انزيم ناتوريل. اول حاجه لقيتها في الكوفري هذايا اللي هذه لا ريسيت. اول حاجه باش نوريها لكم اللي ليتيكيت هذايا او لصقه فوالا كيما تشوفوا هذه اللصقه باش نحطوها على البوم تاعنا. كيف نكملوا نصنعوا لو برودوي نحطوها لصقوها ونكتبوا عليها اسم القماش نتاعنا. في حاجه ثانيه اللي باش نوريها لكم واللي هي البو هذه الزرقاء معاها البوشون تاعها باش كي نصنعوا لو برودوي باش نصنعوا فيها احنا ديجا القماش ومن بعد نسكروه باش يتم الحفاظ عليه في وسط هالبو هذي. لهنا باش نوريكم اكستري دو فروي اناناس اون بودر هذايا اللي لقيتو وحدو زادا اكتيف انزيم ناتوريل. هذوما لي انزيم ناتوريل موجودين لهنا كيما تشوفو بودر بلانش معناتها غبره بيضاء لونها في بو صغيره كيف من هكايا. الكونتيتي لهنا 4 غرام. لهنا عندي اكستري دو بلانت اللي هو بودر دو ري ميكرونيزي الكونتيتي 30 غرام كيما تشوفو لهنا بودر بيضاء زادا. اخر حاجه باش نوريها لكم برودوي دو بان مونسون تونسيو اكتيف الكونتيتي 30 غرام اوريجين فيجيتال. دونك هذا هو. هنايا حضرت القماش نتاعي كيما تشوفوا حطيته في البو اللي بعثوه لي هذه الزرقاء وكتبت عليه قماش انزيماتيك بو بارفيت باش ما يتخلطش مع المنتوجات اللي عندي الاخرين. طريقة صنع القماش هذايا ياسر سهلة ما تاخوش منكم أكثر من 5 دقائق. لي كومبوزون اللي بعثوهم لي واللي وريتهم لكم الكل هذوكم ديجا لا دوز اللي لازمني نحطها. دونك هما ديجا موزونين محطوطين في ساشيات حاضرين جست خلطتهم مع بعضهم لا قصت ولا نقصت ولا زدت. هذوك من الكل تخلطوا مع بعضهم وتحطوهم في البو هذايا اللي يبعثوه لكم مع لي كومبوزون. وأكهاو تو باش نتعداو ونوريكم طريقة استعمال القماج هذايا حتى طريقة الاستعمال سهلة ياسر. لهنا كيما تشوفوا خذيت شوية من القماج نتاعي حطيته في الكف نتاع يدي زدتو الماء يولي كيما الموس ونحطوه على الوجه الكل وما نحطوهش وين منطقة تحت العين. دونك الوجه الكل كيما تشوفوا لهنا رطب على الاخر التكستور نتاعو ياسر هايله برشا. ومن بعد تغسل وجهك بالماء كيما تشوفوا لهنا نظفت وجهي بالكدا بالكدا من القماج اللي عملته يخلي البو رطبه برشا هكا ومنعوشه ومفرشكه على الاخر. دونك انا القماج اعجبني اول مره نستعمله وعطى افي ياسر باهين. خليكم نتوما زاده تجربوه واللي تجربوا منكم تعطيني رايها تبعث لي رايها على انستغرام والا تحط لي ان كومونتير تحت الفيديو هذايا. توا باش نكمل الروتين سوا نتاعي بالسيروم كونسنتري اسيد يالورونيك والكريم هيدراتانت اللي وريتها لكم بكليكا.
الفيديو الهنية وفات ان شاء الله تكون عجبتكم، واذا كان عجبتكم ما تنسوش باش تنزلوا على البوتون سابوني اللي تحت الفيديو، هكي كتشجعوني باش نزيد نعمل لكم فيديوهات اخرين ونعطيكم رايي في منتوجات اخرى. نتقابلوا في فيديو جديدة ان شاء الله. نخليكم على خير وبسلامة.